بدري. خليني اروح سريعا كابتن حماده صدقي، واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا، ويهمني طبعا رايه في جزئيه مهمه جدا. كابتن حماده طبعا مدير فني لمنتخب الشباب، حته المدرب، وبيجي وقت للمدرب انه خلاص ما يقدرش يكمل المشوار مع فريقه بعد ممكن امور تعثرات في بعض المباريات. كابتن حماده مساء الخير عليك. كابتن حماده مساء الخير يا كابتن محمد، تحياتي ليك. الساده المشاهدين كلهم طيبين وانت طيب يا كابتن. ويهمني طبعا خبرات كبيره كابتن حماده كلعيب وكمدير فني ايضا، ومدير فني حاليا لفريق منتخب مصر للناشئين. اكيد يا كابتن واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في الفتره السابقه، يهمني اخد رايك في الفتره السابقه وايضا على اعتذار كابتن حسام البدري عن تكمله المشوار. طب معلش انا الصوت كابتن سامعني؟ كابتن سامعني كده؟ الصوت سامعك. يهمني يا كابتن اخد راي حضرتك بس في الفتره السابقه لفريق النادي الاهلي، ويهمني برضو جزئيه استكمال المشوار مع فريق النادي الاهلي في بطوله افريقيا. يعني طبعا يمكن كل نادي بيمر بفتره زي يعني في هبوط المستوى، في النتائج، في بعض البطولات. طبعا النادي الاهلي يمكن حسم صيت الدوري بشكل جيد جدا قبل البطوله يمكن بعد اسابيع، ولكن لما دخلنا في كاس مصر، دخل في افريقيا، يمكن النتائج خروجه من كاس مصر، خروج النتائج اللي بنقول عليها سيئه طبعا في افريقيا. وارد كل نادي صغير بيمر بالمرحله دي، بس جت في وقت يمكن في وقت بطوله زي كاس مصر زي افريقيا، ولكن ده عادي بتحصل كتير جدا في جميع الانديه الكبيره والصغيره الفتره اللي هي ضغط كبير جدا في النتائج. بس ليها عده اسباب كثيره، فيها عناصر مهمه جدا مؤثره عندك اللي هي بتعمل الشكل بتاع الفريق في الاداء مش موجوده عندك، مش يعني خروج عبد الله السعيد بره، اصابات يا كابتن، في بعض حاجات انت في اعمده عندك في التيم بتبقى موجوده عندك. النادي الاهلي عنده بدائل كثيره وبيلعب مستوى جيد، لكن انت بتفقد حاجه معينه، التون بتاع التيم، الشكل بتاع التيم بتفقده، اكيد بيأثر بشكل كبير. ممكن في وقت معين بتعدي وتكسب برغم عدم وجود الناس دي، ولكن الاداء مش هو اداء اللي انت بتشوفه بتاع النادي الاهلي. انت عارف الاستحواذ، حافظ الكرة بشكل جيد جدا، السرعات الاماميه، حاجات كثيره النادي الاهلي بيفتقدها في غياب العناصر المهمه ديت. وارد يمكن يحصل الحاجات دي زي ما قلت، ولكن ممكن الفتره الجايه اكيد بعد التعثر ده اكيد في يعني نوم النادي الاهلي بشكل جيد. ده كتير جدا بتحصل له في كل كام سنه المرحلة دي. صحيح انا معاك كابتن. كابتن يمكن حكايه حضرتك بتتكلم على بعض الاصابات وحته صناعه الهلال دي برضو كانت مهمه داخل الفريق، ولكن كابتن حسام الى حد ما حاول من خلال عمليه الروتيشن انه يصنع البديل، لكن جزئيه الفرص للاعبين ما اتاحتش او ما اقنعتش كابتن حسام، ما اقنعتش الجمهور حتى. لا بص، انت كان عندك مثلا عنصر اساسي مهم جدا جدا عبد الله السعيد، يعني اتكلم بواقعيه يعني خروجه من النادي الاهلي كان خروج مفاجئ للتجديد للمشكله اللي حصلت دي بتاعت اداره النادي الاهلي بتاعتنا، احنا متخرجين من بره، ولكن ده اثرت بشكل كبير جدا. لكن تبقى عندك عنصر او عنصرين مهمين جدا بيحصل، مثلا عندك ازار الصاب، عندك بدائل، او عندك ناس على مستوى مروان، عندك فرح محسن، عندك اكثر من لعيب، عندك اجايين بيتحرك في اكثر من مركز بيلعب، لكن صناعه اللعب يمكن ما كانتش موجوده غير عند عبد الله السعيد في النادي الاهلي. في وليد سليمان بس بيلعب على الطرف، ده اوقات بيدخله جوه. انا كان معلش انا شفت المباراه بتاعت امبارح، انا في معسكر سعيد عندي مباراه، كان عندنا توفيق ليه كابتن طبعا، كان مباراه السنغال الطرف، عشان كده ما اتفرجتش على الماتش، فمش قادر يعني اقيم المباراه او اقيم الفرقه. لا هو حتى لو حضرتك لو اتفرجت يمكن الاداء مشابه لكام مباراه اللي احنا لعبناها، سواء في الترجي او مباراه الزمالك او الخروج امام الاسيوطي او مباراه الاسيوطي يا كابتن فاتح. يعني انا شفت طبعا الترجي مش لاقي حلول في الملعب خالص، مش لاقي حد بيسمع اللعب. اكيد انت عارف السين جاي هيلعب زون سنت بشكل جيد في قفل مفتاح اللعب عندك، لكن مين بيصنع لك الفارق، يصنع لك فرصه للتهديف، ما كانش موجود. يمكن انت لغايه دلوقتي لازم تجهز البديل لحد عبد الله السعيد،
لو مش هيرجع عبد الله المدرسي جايب بديل ليه بشكل كويس يبقى يعمل ويعمل الاهلي نادي كبير طبعا اكيد عنده من الحلول الكثيره والناس اللي تفكر المستقبل بشكل جيد يعني. طيب كابتن خلينا يعني السؤال بقى ده الاهم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ونطمنهم بشكل كبير على مشوار النادي الاهلي في افريقيا، هل النادي الاهلي ابتعد بهزيمه امس يا كابتن؟ لا. لا حصلت له قبل كده ابتدى من سنين من ايام محمد يوسف تقريبا وخسر على ملعبه في لعب في الجونه وكان متعادل بره اورلاندو كابتن كان فريق اورلاندو ولكن بيقدر يرجع. اتفضل يا كابتن. يعني هيقدر يعني يعني شايف المجموعه البدايه مش يعني البدايه مع فريق مثلا زي اوغندا فريق صغير تخسر ما كان ما تخسرش من الماتشات دي المفروض الماتشات دي تكسبها وبينك وبين الترجي في الاخر. صحيح. من اول من ثاني. فلا الفرصه قدام الاهلي موجوده ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حماده انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ليك يا كابتن في مباراتك اللي هتلعبها ان شاء الله امام السنغال، كل التوفيق يا كابتن ليك. كابتن حماده صدقي واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب الشباب، يهمنا طبعا كنا ناخد راي نجومنا وخبراتهم الكبيره وما يحدث حاليا مع فريق الكره بالنادي الاهلي.